نعمل أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي لفائف التفاح والقرفة. ومقادير اللفائف بالنسبة للعجين هيكون عندنا 6 كوب دقيق، 2 معلقة كبيرة خميرة، 2.25 كوب لبن، 1/4 كوب سكر، 1/3 كوب زبدة مذابة، 1 معلقة صغيرة ملح، و1 بيض. بالنسبة للحشو هيكون 1.5 كوب سكر بني، 2 معلقة كبيرة قرفة، 1/2 كوب زبدة، 1/2 كوب دقيق، 2 كوب تفاح مقشر ومقطع مكعبات، 2 كوب بيكان مفروم. بالنسبة للكراميل اللي هنحطه فوق الوش هيكون 1 كوب زبدة، 2 كوب سكر بني، و1/2 كوب كورن سيرب. هنبتدي بأننا نحط الخميرة ومعاها السكر عشان السكر مش كتير، ونحط شوية من اللبن وهنسيبهم مع بعض لحد الخميرة ما تبتدي تطلع فقاعات ثاني أكسيد الكربون، وبعد كده هنحط بقية المقادير. مش هنستنى طبعا دلوقتي، ونحط الباقي على طول، بقية اللبن، الدقيق، البيض، وآخر حاجتين دايما بنحطهم الزبدة والملح. وهنبتدي نخلط العجين. قبل بس ما ابتدي اخلطه نحط حاجات تانية على النار علشان برضو تاخد وقتها. هنحط الحشو اللي هو التفاح، هنحط معاه الزبدة، وهنحط معاه السكر البني. هنخلط القرفة مع الدقيق وهنسيبهم على النار لحد التفاح ما يبتدي يستوي. احنا عايزينه نص سوا مش سوا كامل. ولما التفاح يبتدي يستوي شوية هنحط بقية المقادير اللي هي القرفة والدقيق وبعد كده البيكان. عايزين كمان نعمل الكراميل، فهنحط الزبدة والسكر البني والجلوكوز على النار. وهنسيب الحاجات دي على النار ونبتدي نجهز العجين. وبكده العجينة بتاعتنا تبقى جاهزة. زي ما احنا شايفين هي هتبقى عجينة طرية شوية، وهنسيبها تخمر. لحد ما تتضاعف في الحجم وهتبقى بالشكل ده. وهنفردها على شكل مستطيل. نجيب شوية دقيق هنبتدي نفردها. أبص على التفاح والكرمة وبعدين أجي أكمل.
اوكي كراميل فضلوا شوي صغيرين، نوطي عليه النار شويه. والتفاح كده تقريبا بقى نص سوا. هنجيب الدقيق والقرفه ونحطهم مع التفاح وهنسيبهم لحد ما يتخنوا شويه، وبعدين لما الصوص بتاع التفاح يبتدي يتخن شويه هنحط كمان معاه البيكان. وكده يبقى صوص التفاح او حشو التفاح بتاعنا جاهز. وطبعا لازم يتساب يبرد، لان مش هينفع نحطه وهو سخن كده فوق العجينه لانه هيسيحها ويبوظها. ف هنحطه على جنب ونسيبه لحد ما يبرد. وطبعا انا مجهزه واحد من قبل كده بارد اوريدي. نطولها بس شوية وبعدين نبتدي نحشيها بحشو التفاح الجاهز. ده هيكون شكله بعد ما استوى، وهناخده نفرده على العجين. وبعدين هنلفها مع الحشو وهنلفها على شكل دايرة وهندخل الناحية دي بالشكل ده علشان نقفلهم على بعض. وهنحطها في الصينية وهنسيبها تخمر لحد ما تتضاعف في الحجم، وبعد كده هندخلها فرن على درجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن حوالي 25 دقيقة. ده بيكون شكلها بعد ما بتطلع من الفرن. ودلوقتي نبتدي نحط عليها صوص الكراميل.